نطور الجيران كامل الناس راكدين غدوا يصبحوا خدامه وانا بالقصبه جاي واحد دوكا قال لي يا خويا واخيرا واخيرا نجيو كل نبداو نشحوا خلاص الزول فلاوين مرحبا بكم توجور توجور دو روميونس تحيه كبيره الى الشويه الاحرار الشويه الحلى الرجوع الى الاصل فاضله سي نورمال تحيه كبيره الى الامازيغ الاحرار هسا كما تعرفوا يوم الاثنين بيان سور 2 ديسمبر 2024 سمحوا لي بور سور بتاخ في هذه السهرة هذه كلموني بعض الناس قالوا لي ولدي تكلمنا شوية على الناس اللي راهم مسجونين وانا تكلمت عليهم ديجا مي كما كل واحد طلباتكم اوامر اون باغي انكوغ انا تكلمت على الناس المسجونين سورتو الناس اللي مسجونين على الكلمة على واحد دار ديكلاراسيون كيما هذا بو علام سنصال هذا كيما جو سي با الناس اللي في الفيسبوك ولا في يوتيوب داروا بوبليكاسيون ولا منها والناس اللي هزت الدرابو تاع الامازيغ كيما هذا بيزومبل ولا هاد الناس كامل هذو انا طلبت من السلطات وقلت لهم لازمكم تطلقوا سراحهم لازم تطلقوا سراحهم علاش باسكو هذو سي سون دي ديلي كيما يقول الانسان يعيطولهم دي ديلي دوبينيون انسان واحد مدراي كيفاه مدراي وتلوحو في الحبس هذه تكون غير عندنا احنا هنا وتكون غير في البلدان الغير متحضرة والبلدان اللي ديكتاتورية وانا ما نظنش كان احنا بي واش يقولوا ديكتاتور احنا البي تاعنا كان بي ديكتاتور احنا نسوم بي ديموكراتيك لاش تاع يعني الديمقراطية مازلنا رانا نتعلمو مي ما ناش بي اللي فريمون نقمعوا الناس ولا قال اخويا انت ما تفهمش معايا ايا لوحو في الحبس لا ما تصلحش دونك لازمنا نتعلمو بلي الانسان كان دي ديلي انسان الله يقدر يقتل انسان يضرب انسان حتى كي الضرب عنده الضرب من ويجور وطلع هذيك يدخل فيها حتى لوموندا ديبو كيما قال واحد لازم الضرب ما كانش هذه كيما قال واحد سنديلي ما على باليش السرقه حتى سرقه لو كون لقاو السرقه ما تروحش السجن ما تروحش السجن في بلدان متحضرة والمتقدمة يحكموا عليك بسيرسي وتخلص بتات هذيك الشيء هذاك تخلصوا كاش الشيء اللي سرقته وخلاص ويحكموا عليك سيرسي ولا يحكموا عليك حاجة خطرة زوج وكان تزيد تعاود باش تستعيل تولي ريسيديفيست باش يلحقوا الحبس شوفوا باك باكزومبل في البلدان المتحضرة واحد ما يسلكش التيكي تاع باكزومبل تاع ترونسبور في واش يقولوا في المترو ولا في كي يحكموه موش يخلص تيكي برك يخلص 10 يخلص 20 يديرولو اموند يخلص اكثر كيما قال واحد يروح يقاري الطوموبيل تاعو في باركينغ ومن بعد يقطع التيكي ولا يجي يقول لهم راح لي تيكي اي بان راح لك تيكي يحسبولك باكزومبل توت لا جورني هذيك واذا قعدت دو جور يحسبولك دو جور موش قال راح لي تيكي ما على باليش نو مسيو راه تيكي يا خويا كيما قال واحد نحسبوا لك وقتاش دخلت وكيما قال واحد وخلاص دونك لازمنا المسؤولين تاعنا يفهموا حاجه ماهوش لا بريزون هي اللي تربي الناس نو التربيه هي اللي تربي الناس لازمهم يتعلموا غدوه كي تحكم واحد حتى كي دير له ما على باليش انا تحكم عليه باش يروح يتعلم هذيك الحاجه هذيك باش ما خطر جايه ما عادش يسب الناس باكزومبل سور لي ريزو سوسيو ندير له باكزومبل شغل كورفي هكا قال محتم عليك باش تروح تقرا ما نعرف قداه ساعه مي لي انا ما نفهمش انا وفلان قال ما تفهمش مع اي روح لحوك في الحبس ما تجيش هذه الناس والله ما تجي قبيلت نشوف في هذاك الرئيس البرلمان البريزيدون تاع البارلمون نتاعنا يتكلم ويقول احنا علاه يدخلوا فينا ما يدخلوش فينا احنا بلد مستقل وحنا كيف اسمه واحد ما يحبوا يدخلنا في الشؤون تاعنا الداخليه واحد ما اسمح لي يا محمد راك غلطك ماشي في عالم وحدك راك في عالم كبير كما يقول الانسان واش نورمال يدخلوا فيك شي نورمال يدخلوا فيك راك سينياتير راك سينياتير معاهم انت غدوه كي درت واش يقولوا الدوله نتاعك
راو راو راك سنيت مع كيف اسمه مع الامم المتحده وسنيت مع من هنا باللي راك فو ريسبكتي القانون فو ريسبكتي هذه فو ريسبكتي دروا د لوم فو ريسبكتي سي فو ريسبكتي با راح يديروا عليك امبارغو راح يوليو حتى يفون فو بريفي حتى من الماكله ما تجي ما كيما قال واحد ما يخليوكش توصل لك ما تجيب لك انا ندير واش بغيت ما لو كان طور انت تقتل الشعب نتاعك ما يضرب عليك النحي يخليوك ما ما تدخلوش فيهم هذه خليهم يدبر راسهم خليهم يقتلوا الشعب نتاعهم لا يا اخي سامح لي هذا لو بريزيدون دو بارلمون نتاعنا نتاع لا بي ان صح معليش حنا كيما قلت لكم قبيل نثمنوا فيك الروح نتاعك الوطنيه وتشتي الوطن نتاعك وتشتي مصح هذه ما تنجمش تقول ما تدخلوش فيها وكونتير انت لازم تبين لهاد الناس هذو بلي رانا ما خرقناش القانون ما خرقناش القانون السيد هذا رحنا في الحبس خطاه قتل كان شي واحد يدافع على يقول لي برك من فضلكم كما شفتوا انتم الاتحاد الاوروبي ولا لونو ولا ما على باليش يدخلوا قال اطلقوا هذاك السيد هذاك اللي قتل فلان ولا جو بونس با ولا واحد يترافيكي لا دروغ باغ اكزومبل يجيب لا دروغ يجيب ان كونتيتي دو كوكايين ولا يجيب منها يعيطوا لهم من 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 الامريكا ولا لي فرونسي ولا يعيطوا لهم يقولوا اطلقوا هذاك مينو اذا قال لك اطلقوا واحد راهو على بالهم باللي نو ما يروحش الحبس علاه باسكو يقول كذا السيد هذا كما قال واحد كان مد رايو كيفاش تلوحو في الحبس نتاعي انسان دار مانيفيستاسيون كما قال واحد في الطريق حتى لا مانيفيستاسيون هذه كما قال واحد نو اوتوريزي نحكموا عليه بغرامه ماليه نحكموا عليه كما قال واحد بحاجه سيمبوليك مي ماهوش تلوحو في الحبس سبحان الله العظيم دونك انا نقول للمسؤولين تاعنا يا مسؤولين يفو ميو يفو ميو تطلقوا الناس اللي في الحبس الجورناليست الناس اللي هادو كي اسمهم تاع الاحزاب الناس اللي دار ديكلاراسيون سور جورنال الناس اللي دار بيبليكاسيون سور فيسبوك ولا سور منا هادو كامل ماهوش تحبس يا ناس ماهوش تحبس غير راح نوليو كي بينوشي ونوليو كي ما على باليش انا كي هذوك صدام حسين وجماعه هذوك اللي تعجبوا مراه يطلقها من عند راجلها ويديها باسكو راهو بريزيدون ولا باسكو راهو جينيرال ولا باسكو راهو ما نوصلوش هاد الدرجه هذه ماناش حنا في ان بيي اللي ما يستعرفش بلي دروا د لوم ولا ما يستعرفش ما تصلحش وزيد كاينه حاجه انا نقول المسؤولين هذو يا مسؤولين انا لو كنت في بلاصتكم والله يا الناس هذو غنطلق سراحهم والله غير نطلق سراحهم علاه نطلق سراحهم باسكو الناس هذو ما قتلوش الناس هذو ماهمش ارهابيين حطوا دي بوم قتلوا ناس ولا كذا ولا هم قتلوا الناس وها من برا هم قتلوا ناس وذبحوا ناس وها من برا كيفاش انت تحكم لي واحد قال انا خويا الجزائر هذه خويا انا نورمالمون ما تكونش خلاص الجزائر نورمالمون ما تكونش كي نقول كيما هكا تلوحني في الحبس يا خويا هذا راينا هذا رايي مديت راينا انت قال ايه هذا رايي ما تكونش بس حنا تكون حنا تكون وهذا بلد وبلد متطور وبلد ديمقراطي وبلد منا ها هو هذه هي الاخر انا دوكا ندير ارتيكل في جورنال جو في ان ارتيكل في جورنال ونكتب قال بيك اكزومبل اليوم ما على باليش انا البرد الحال واليوم كان الناس كل قاعدوا في ديارهم ما خرجوش خير ومنا ومنا يسالي ما عجبوش الارتيكل نتاعي واش راح يدير راح يرد عليا راح يقول لي نو اليوم ماهوش برد الحال باغ اكزومبل ولا لا وخرجنا ودرنا هذا هو حق الرد اللي نجم يديره الانسان ماهوش قال تكذب انت اليوم الحال سخون انت تكتب تقول لي الحال برد عيط لابوليس جيبوه روحوا في الحبس هاو ما تصلحش يا الناس يا مسؤولين هاو ما تصلحش يا مسؤولين لو كنت في بلايصكم انا والله العظيم والله غير غدوه نطلق المحابيس كامل شفتوا لي هذا مصنصال هذا المعلم هذا اللي كيفا هذا اللي راه مدير عليه ضجه كبيره فرنسا ومدير عليه ضجه كبيره المالي لي زاميريكان والناس كل الاوروب كامل تهضر عليه علاش نقول لكم انا بوركو علاش السيد ما قتلش بريميرمون السيد ما ذبح حتى واحد السيد ما حطش بومب السيد مد لوبينيون تاعو سي سون اوبينيون الله يسهل عليه الله يسهل عليه عندك كاينه حاجه لو كان السيد هذا حكمناه قتل لو كان السيد هذا باغ اكزومبل حكمناه سرق لو كان السيد هذا حكمناه مدخل الكوكايين لو كان السيد هذا واحد مين يجي يانترفوني عليه بيرسون لي بو انترفوني على واحد السيد هذا مي قال هذا دار ديكلاراسيون قال بلي الاراضي هذيك ماهيش تاعنا والاراضي هذيك ماهيش تاعنا وهذاك نتاع الاخر نحكموه نلوحوه في الحبس قال لازم تقول هكا ولا نلوحوك في الحبس ما تصلحش يا جماعه ما تصلحش والله ما تصلح وزيد انا ندر هذو الجماعه نتاعنا هذو المسؤولين يا مسؤولين
والله يا لو كان غد والله لا يقدر يا ربي هذا الصنصال هذا الله لا يشرى في السجن والله غير والله ما نتمنى نكون في بلايسكم والله ما نتمنى نكون في بلايسكم خاطر راهي زلقه في القرق راهي زلقه في القرق ها باش نقول لكم يا ناس انا غدوه الصباح من انا في بلايسكم ما نحبش روح الله هاي انا ما نحبش غدوه يديروا لي امر بالقبض الدولي ويحكموك ويحكموك مع كون تروح يقدروا يجيوك حتى لهنا الجزائر ويديوك علاه يا خويا علاه يا سيدي تلقى السلاح نتاعو دب راسو خليه يروح يهرف على روحو خليه يروح يقول على روحو يهدر على روحو انا والله غير ندوخ ساعات في هالليطا هاد الدوله هذه نتاعنا خاطي الدوله يعني مسؤولين تاع الدوله اللي يشوفوا لي واحد قاعد ما على باليش في الخارج ولا قاعد ما على باليش وين وقاعد يهرف كيما نقولوا حنا عاو فيكم وعاو فيكم والناس كل نحكموه ويجيبوه يا خويا خليه يهدر على روحو كيما يقولوا انسان كون لي كون كارافان باس لي شي ابوا كون كارافان باس لي شي ابوا إذا ذاك يبعد يقول له أنا يضرني كدولة أنا ما لا مانيش دولة أنا قاعد لو كان واحد يضرني كي يهضر ما أنا دوكا هاني قاعد ندير في فيديو دوكا بزاف الناس اللي تنتقد فيا بزاف الناس اللي يسبوني ما أنا كي يسبوني نولي أنا نحوس عليهم ولا نولي أنا قال راح نلوحهم في الحبس ولا قال غدوة دوكا نشوف شكون هما هذو يا خويا يقول على روحو ساعات يضحكوني بعد ساعات هم يسبوا ولا غير يسبوا فيا حتى انا نرجع لهم بالضحك ولا نرجع لهم بالتمسخير ونرجع لهم وخلاص كيما يديروا هما ندير لهم ونخليهم بصح انا عندي يوتيوب انا مانيش دوله لو كان جيت دوله انا الناس هذو ما نشوفهم بك ما نشوفهم نخليهم يحكيوا على روحهم ما عنديش وقت باش نسمعهم علاش هذو الناس راهم اورغانيزاسيون انترناسيونال باغ اكزومبل في لونو لو كان يهضروا عليا في لونو وي حتى لو كان يهضروا عليا في لونو الرد كما قال واحد بنشوف وزير الخارجيه نتاعي يرد يدير كومونيكي متادب ويدير كومونيكي وردوا على الناس باش الناس تعرف بلي الناس هذو راهم ظلمونا قال اكزومبل السيد هذا ما عندوش سوندري قال سي عندنا سوندري هاو سوندري وهاو من هنا وهاو من هنا ردوا عليهم بكل ادب ردوا على لونو ردوا على الامم على كيف اسمه على الكونسيت سيكوريتي ردوا على الاتحاد الاوروبي وردوا عليهم ثاني كيف اسمه بطريقه منظمه بطريقه مهذبه ماهوش نسبوهم قالوا روحونا على ما عرفوش وما نعرفوش ما تصلحش هذي هذا تهور هذا يعيطوا له التهور خذوا الصبح الله لا يقدر يا ربي يموت يمشي ويحيى احنا ربي يطول في عمرك يمشي ويحيى ان شاء الله واش يعني كي قلت لكم في الحبس يعني تشتيوا انتم هكذا والله غير حرام عليكم يا مسؤولين والله غير حرام عليكم انا خايف والله غير تخلصوها غاليه في الدنيا قبل الاخره انا نقول لكم يا مسؤولين هذا مشي يحيى راه هو اللي راح يكون رئيس جمهوريه كان هو باش يكون رئيس جمهوريه اليوم راهو في السجن انتوما ثاني راه قد تركم كيما هو وحنا نجي نهار وين كنتو احنا ما نتمناولكمش على كل حال مي لو كان جيتو انتوما في السجن نهضر عليكم هكا بعد هتلقوا الناس ابن عمي هتلقوا الناس اللي نعبونا على ابليس وقلنا لكم يا ناس اذا شفتوا واحد سرق داس وارد من هاد المسؤولين هادو اخويا عنده لي بيان تاعو نسيزيوهم له وخلاص ما نظلموش ما نظلموش خويا نديرو الحسابات قداه داه هذا دا 100 مليون عنده لي بيان تاعو 100 مليون نديوهم ونطلقوه الصراح نتاعو ما عادش نعطيو له المسؤوليه وخلاص كي حاكمين نتوما سلال هذا وحاكمين هادو جماعه هادو المسؤولين اللي كانوا هادو كيما مسيو يحيى وهذاك ولد عباس وناس كبار نتوما حاكمينهم يعني ما يناليكم يعني والله العظيم يا مسؤولين والله غير ما يناليكم والله غير ما واش ربحتوا يعني واش تربحوا يعني واش ربحتوا كي حاكمين الناس هادو في السجن واش يعني واش علاه علاه يعني علاش ليان هذه علاه علاه بوكوا لا ما تلقوا الناس يا ابن عمي تلقوا الناس غير يقعدوا مع ولادهم تلقوا مع الناس غدوا الصباح يموتوا لكم في السجن وتوليوا كيما قال واحد او عندهم ماليهم ما عادش يسامحوا لكم طول عمر ما عادش يسامحوا لكم وانتم ثاني كنت انتم على بالنا كبار على روحكم كيما قال واحد ما بقالكمش انتم باش تخليوا هاد الدنيا هذه مي ولادكم غدوه ولادكم والله غير ولاد الناس هذو اللي ماتوا في السجن غدوه راح يحكموها لولادكم وعلاش بوكوا اطلقوا الناس من السجن الناس اللي ما قتلتش الناس اللي ما ذبحتش الناس اللي ما تعبتش على كيما قال واحد داروا اون بومب ولا داروا كومبلو ضد الدوله ولا تلقوا السلاح نتاعهم تلقوا السلاح نتاعهم من فضلكم حنا على بالنا بلي تسفيت حسابات او على بالنا او على بالنا بلي قايدهم صالح هذا وجماعه هذو لحوا الحبس في هذو لحوا في الحبس هذو تلقوا الناس ادخلوا التاريخ يا ابن عمي ادخلوا
التاريخ بار لا غروند بورت، قال غدوه مشيو هذا كيفاش يتبون والناس يخدم معاه، رغم ان الناس هذو داروا بصح كان عرفوا كيما قال واحد وطلقوا سلاحهم كيما قال واحد وخلاص غدوه وما يقولوا هالشي هذا. بوتفليقه تلقى وقيله كيف اسمه هذا بن بله من الحبس، ومن هنا الناس ثمنوا هالو بورتون بن بله ماهوش تاع حبس، ماهوش تاع حبس، بومدين ظلم بن بله ظلمو. شكون انت باش تدخل الراجل الحبس؟ نتا ربي نتا، ها انت استغليت المنصب نتاعك، استغليت المنصب نتاعك. انا اليوم لو كان نكون وكيل جمهوريه ولا نائب عام ما نفهمش انا، واحد يدير لي لا بريوريتي نتاعي، عيط للشرطه نقول لهم يجيبوه نلوحوا في الحبس. اشكو هذه هي العداله؟ ربي ما يحبش هذا الشيء، هذا ما يحبش الظلم. مو بدي نظلم بن بله، ظلمه وانا كنت صغير ما نعرفش، انا كنت بيبي كما قال واحد. شي تلوحوا في الحبس انت؟ صحيح ثوري تلوحوا في الحبس يا اخي، منكر يا اخي، يا اخي منكر يا اخي، هذا هو منكر هذا بن عمي. واحد ما يتفهمش معاك تلوحوا في الحبس، غدوه مشي تبون هذا يخرج يروح للدار نتاعو، يجي ما عرف شكون رئيس واحد اخر قال له جيبوا حق تبون هذا كي كان هنا ما دارش، جيبوه لوحوا في الحبس. لو ما نقبلوهاش حنا بعد ما نقبلوهاش، قال خلي الراجل ترونكيل. ما تصلحش يا ناس، ما تصلحش. تلقوا الناس تلقوا سيرتو هذا بو علام هذا صنصال هذا اللي مقلب عليه الدنيا، يا مسؤولين خذوا رايي، لو كان توصلكم هالكلام نتاعي اطلقوا الراجل خليه يروح يروح على روحه. أتلقوا الراجل غير غدوة الصباح بالو مطلوبين، غدوة والله نضلوا مطلوبين. علاه أخويا نضلوا مطلوبين؟ علاش؟ واش حكيكي حاكمين هذوكا؟ واش ربحنا؟ واش ربح الشعب؟ واش ربحتو نتوما؟ واش ربحتو نتوما؟ واش ربحت الدولة؟ واش هو يعني كي حاكمين؟ سي كوا يعني؟ يا خويا تاع روح الله يسهل عليك، بالراجل يقول واش يحب؟ هم يسبوا فيهم، هم اليوم رؤساء تاع الدول كاملة يسبوا فيهم الناس منا ومنا، يجيو يروحوهم في الحبس؟ ما تسمعش. Allez, vous comme c'est pour la rire, bonsoir à toutes et à tous, à demain, Inch'Allah.